للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا أستاذ جميل. بداية قراءتك لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة اليوم. في البداية طبعا لازم نهني رجال الشرطة المصرية ورجال وزارة الداخلية في عيدهم يوم 25 يناير، وأيضا لما يقدمونه من تضحيات ومن جهد في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، وتقديم كل ما هو غالي ونفيس من أجل المحافظة على التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. طبعا كلمة الرئيس النهاردة كانت كلمة هامة جدا كالعادة، كلمة بيوجه فيها الشكر لرجال الشرطة ولشهداء الشرطة المصرية وأسرهم، وفيها أيضا العديد من الرسائل. من أهم الرسائل دي أن الدولة المصرية بتسعى إلى تحقيق الأمن وتحقيق الاستقرار وإعادة البناء مرة أخرى والاستمرار في إعادة البناء مرة أخرى. احنا شفنا التضحيات اللي بيقدمها رجال الشرطة المصرية واللي قدمها من سنة 2013 لغاية وقتنا هذا، هي اللي كانت السبب في ان الدولة تستمر وان الدولة تواجه التحديات دي كلها، وان الدولة تبدأ في عملية التنمية الشاملة والتطوير والتحديث في كافة المجالات داخل الدولة، لان هم قدروا ان هم يفرضوا الامن والنظام مرة اخرى في داخل الدولة المصرية. احنا شفنا بعد احداث 2011 وما تلاها لغاية 30 يونيو 2013، طبعا الفترة دي كانت مرحلة صعبة جدا على الدولة المصرية، حصل فيها انهيار، حصل فيها وجود تنظيمات إرهابية، وجود تنظيمات أيضا إجرامية روعت المواطنين، وكانت الهدف منها طبعا إسقاط الدولة وإسقاط الشرطة المصرية، لكن الشرطة المصرية قدرت أنها تعيد بناء نفسها مرة أخرى، وقدرت أن هي تسيطر على الوضع، وقدرت أن هي تحقق الأمن والاستقرار مرة أخرى. طبعا سيادة الرئيس بيقول أن احنا في منطقة احنا مستمرين في إعادة البناء، ولكن هناك تحديات كثيرة. أهم هذه التحديات والمحافظة على الأمن القومي المصري، لأن في تحديات احنا شايفين الدول اللي حوالينا للأسف الشديد حدث فيها أزمات ومشاكل كثيرة جدا أثرت في منطقة الشرق الأوسط وأثرت في عملية التنمية وجعلت المنطقة مركزا لتنظيمات وعناصر إرهابية لبعض. في بعض الدول انهارت دول للأسف الشديد، لكن الدولة المصرية قدرت أن هي تحافظ على استقرارها وتحافظ على التنمية بداخلها، ويجب أن يكون هناك تحدي من الشعب المصري كله على قلب رجل واحد من أجل الاستمرار في عملية التنمية ومن أجل المحافظة على الأمن القومي المصري، اللي هو ده أساس الاستقرار في الدولة وأساس أيضا الاستقرار في المنطقة بالكامل. طيب في هذه النقطة تحديدا، يعني فكرة ثوابت الدولة المصرية جاءت كلمات محددة على لسان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألا وهي العهد، العزة، الكرامة، العقيدة، الحفاظ على بقاء الدولة المصرية وتحالف الشعب والشرطة. هي كلمات تمثل فكرة ثوابت الدولة المصرية يكررها الرئيس في كل محفل. ما تقديرك لهذا التكرار ولهذا يعني ثبات هذه الكلمات؟ هو ثبات هذه الكلمات وتكرار هذه الكلمات من أجل أن الرئيس بيحث الشعب المصري أن نكون أو الشعب المصري كله يكون على قلب رجل واحد، كل الشعب سواسية، الدولة بتسعى إلى تقديم كل ما لديها من أجل المواطن المصري، من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل تحقيق الأمن، وعلى الشعب دور مهم جدا هو المحافظة على التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية. زيادة الوعي، يجب أن يكون هناك زيادة الوعي عند المواطن المصري. مصر تخوض معركة ضخمة جدا اللي هي معركة الوعي للشعب، ولأن هناك العديد من الهجمات بتتم يوميا على الدولة المصرية من خلال مواقع التواصل أو من خلال وسائل إعلام أجنبية، لكن الدولة الوعي الشعب المصري هو اللي بينتصر كل مرة، وهي معركة لن تنتهي، هي معركة مستمرة. فعلى الشعب المصري أن يكون لديه الوعي الكامل
لمواجهة كل التحديات ومواجهة كل الأزمات التي تواجه الدولة المصرية، للاستمرار في عمليات البناء، للاستمرار في التنمية الشاملة داخل الدولة. ده بجانب طبعا شيء مهم، وجود رجال الشرطة المصرية اللي بيواجهوا بصدورهم الإرهاب وبيواجهوا بصدورهم العمليات الإجرامية، وأيضا بالتعاون مع رجال القوات المسلحة المصرية. اتضحت فكرتك أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أشكرك جزيل الشكر.